العروس المشمئزة ليست بالضرورة أجمل عروس في لباسها الأبيض، فكيف إذا كانت تحمل في صدرها مرارة إلينا؟ لحق رولت بسيارته السوداء سيارة إلينا كظل أسود مشؤوم. لم تحاول أن تفكر بما فعلت، تاركة الوقت الكافي في المستقبل لتندم وتؤنب نفسها. كانت شاردة الذهن تقوم بحركات ميكانيكية وهي تقود السيارة باتجاه منزل أهلها، ورولت لا يبعد عنها سوى بضعة أمتار. أمام مدخل المنزل وقفت إلينا بجانب سيارتها تنتظر وصوله ليدخلا معا. اقترب منها بلا أي جهد وبخطى واسعة، وقد تحولت الرصانة في ملامح وجهه إلى ليونة وإشراق. فرجع إلى الصبية إحساس جسمه القاسي الملتصق بها، وتذكرت انفعالاتها وأحاسيسها الخائنة، فهزت رأسها محاولة أن تطرد تلك الأحاسيس المزعجة، وأدركت أن عليها محاربة الانجراف الحسي إلى رولت مهما كان الثمن، وسألته: هل ندخل؟ ودون انتظار جواب سبقته متوجهة إلى الداخل، فقال لها: انتظري لحظة. وأمسك بكتفيها لكنها أفلتت منه، فذكرها ساخرا: هنالك أمر عاجل لا يمكن أن تفعليه بعد أن ندخل يا إلينا، فنحن حبيبان أحمقان، أليس هذا ما يجب أن نقوله لأهلك؟ فأجابت بقسوة: لسنا في الداخل بعد. وسارت، فلم يحاول إيقافها هذه المرة، بل سار وراءها على بعد خطوات معدودة. وعندما وصلا أمام الباب توقفت إلينا وانتظرته لكي يفتح، وبدل أن يفعل ذلك ضمها إليه، فوجدت نفسها محبوسة بينه وبين الباب، فرفعت رأسها لتذكره بأنهما لم يدخلا بعد، لكن الكلمات لم تخرج من شفتيها، فقد انقض عليها كالنسر برشاقة وشوق، فتجمدت من الدهشة. عندما أرادت أن تتخلص منه كان قد تركها وشأنها، فعاتبت نفسها لأنها لا تنتبه لغدره، وحنقت عليه لأنه يتغلب عليها دائما ولا يفسح لها مجالا للاعتراض. بعد أن انتهى من عناقه فتح الباب وقال: يمكننا أن ندخل الآن. وابتسم بكبرياء وأضاف: الآن وقد برقت نظراتك وأحمرت وجنتاك، يمكننا مقابلة والديك، فمنظر وجهك يدل بوضوح أنك قد وافقت على الزواج من صياد ماهر. فأجابت إلينا: أسوأ ما في الأمر هو أنني سأتزوج منك أنت. ضحك بنعومة فثارت أعصابها وازدادت وجنتها احمرارا. كانت تعلم أن الحق إلى جانبه، لكنها بقيت غاضبة. كان عليها أن تتقن تمثيل الدور أمام أهلها لكي تبدد الشك الذي قد يساورهم بشأن حبها له. حينما دخلا غرفة الجلوس طوى والدها الجريدة ونهض لاستقبالها بعد أن وضع نظاراته في جيبه، وقال بابتسامة عريضة ترحب برولت: أهلا يا رولت، لقد ظنت إليونور أنها سيارتك التي تلحق سيارة إلينا، هل تزورنا بشأن عمل أو أنك هنا من أجل الزيارة فقط؟ أجاب رولت: إنها زيارة ذات هدف سار. ثم وضع يده على كتف إلينا، فأحست أن عليها البدء بالكلام. تطلعت إلى وجهه المتأجج فرحا، وتمنت لو تقول له إنها ستتحمل ملامساته لها حتى ولو كانت تكرهها. ثم نظرت إلى عينيه الدافئتين اللتين ترمقانها بحنان واشتياق،
دون أن تستطيع أن تقصي نظرها عنهما، لكن صوتا من داخلها أنبها صارخا: انتبهي، لا تؤخذي بجماله، تذكري ما هو هدفك من هذا الزواج. عندما ستحطمين رولت، كوني أكيدة ألا تحطمي نفسك أيضا. أبعدت نظرها عنه بجهد واضح وتطلعت إلى وجه والدها الغارق بالحنان والتساؤل، ثم التفتت بسرعة صوب أمها الجالسة على المقعد والتي كانت تحدق بها وتتوقع خبرا ما. ووسط دهشة الجميع أعلن رولت بهدوء: هذه الليلة وافقت ابنتكم على أن تكون زوجتي. ثم أدار وجهه عن إيلينا ونظر إلى والدها قائلا: بموافقتك طبعا. بدت هذه العبارة الأخيرة بادرة احترام، لكن إيلينا عرفت أن رولت لا يهتم كثيرا ما إذا وافق أهلها أو لم يوافقوا، وأن عليها أن تتزوجه بإرادتهم أو بدونها. هذا الخبر أذهل دوربان باول، لكنه لم يدهش زوجته أبدا، فوقفت باسمة: أنا سعيدة من أجلك يا حبيبتي. ثم تلألأت دموع الفرح من عينيها وهي تتابع: لم تخدعيني أبدا، كنت أعلم منذ زمن طويل بهذا الأمر، أليس كذلك؟ فوافقت إيلينا وهي تنظر بطرف عينيها لترى نظرات رولت المتسائلة، والذي فوجئ بهذا التصريح فابتسم قائلا: هل عرفت بذلك منذ البداية؟ ثم أحنى رأسه بفضول ولامس يدي إيلينا التي كانت تبتسم بفرح في تلك اللحظة، بينما أمها تقول لرولت: يمكنك أن تسمي ذلك حدث نساء، كنت أعرف منذ البداية أن إيلينا واقعة في غرامك. أما دوربان باول فقد ضحك مندهشا لما آلت إليه الأمور وقال لزوجته: كان عليك أن تخبريني بالأمر، فأنا والدها أليس كذلك؟ أجابت: لو أخبرتك لكنت اتهمتني بأنني عاطفية وحمقاء، لقد ذكرتني إيلينا بحالتي عندما كنت صبية. أتذكر كم كنت عصبية يا دوربان عندما بدأت القصة بيننا، لكن ذلك لم يدم طويلا. ازداد البريق في عيني رولت وثارت أعصاب إيلينا، لكنها كانت مجبرة على أن تلزم الصمت بينما خطيبها يستمتع بلحظات النصر، فنظرت إليه بعتب كبير وتركته يفهم كم هي تستخف موقفه تلك اللحظة وإلى الأبد. وبينما إيلينا تحاول أن تطفئ النار في داخلها قال لها والدها: أتذكر جيدا كيف كنت تغضبين بسرعة من أجل أتفه الأمور، وكنت أشعر بذلك. وأضاف موجها حديثه لرولت: إن إيلينا تشبه والدتها من نواحي كثيرة. مد رولت يده وأحاط خصر إيلينا وشدها إليه، فضغطت بأصابعها على يده محاولة أن تبعدها عنها دون أن يراها أحد، وعلقت على حديث والديها رغما عنها: إنك تبالغ يا أبي، سوف يعتقد رولت بأنه يتزوج داهية بعد حديثك عن الغضب. همس رولت ضاحكا في أذنها: هل تعتقدين أنني لا أعلم ذلك؟ وتمنت لو تستطيع أن تضع أناملها في عينيه تلك اللحظة وتطفئ بريقهما، لأنه كان يستمتع بالموقف الحرج على حساب أعصابها. أضاف والدها وابتسامة حب تعلو ثغره: طبعا أنت لست كذلك، لكن لابد أن أعترف الآن أمام رولت أنني كنت أتمنى أن تختار إيلينا رجلا مثل كورت زوجا لها، وقد أدهشني أن تقع في حب رولت.
الآن أنا سعيد جدا باختيارها هذا، وأشعر أنها بأيدي أمينة. رد رولت وهو يرمق حبيبته بنظرة حب ساخرة في آن واحد. شكرا يا دوربان، إن لي الشعور نفسه. فتمتمت والدتها متأسفة. مسكين كورت، كم كان معجبا بك يا إلينا. فأجابت ونبرات الاضطراب والألم ظاهرة في صوتها: أوف يا أمي، نعم أعلم ذلك. فقالت الأم من جديد: أرجو ألا تكون آلامه قد زادت، لقد علم بالأمر، أليس كذلك؟ لم تتمكن إلينا من الإجابة على سؤال أمها، لأن ذكرى كورت أشعلت ثورتها من جديد وجعلتها تتذكر وجهه وهو يغادر المكتب. فعضت على شفتيها لتمنع الكلمات الحقودة من الانزلاق. لقد دمر رولت سعادة كورت وسعادتها ليحصل على ما يريد، لكنه لم يبالي ورد على تعليق الأم قائلا: لقد رأيناه هذا المساء، كان الأمر صعبا على الجميع، لكنني أعتقد أن الأمور ستجري على أحسن ما يرام. فهزت الأم رأسها موافقة وقالت: نعم أعتقد ذلك، كان الأمر سيكون أصعب بكثير فيما لو تزوجت إلينا من كورت ثم اكتشفت أنها تحبك أنت. أما الآن وقد جرح كورت منذ البداية، فالأمر سهل وسوف يتغلب على عواطفه وينسى بسرعة. فوافق الوالد على رأي زوجته قائلا: نعم قليل من الألم الآن أفضل من المصيبة فيما بعد. أراد دوربان باول أن يسترسل بحديثه، لكنه لاحظ أن الانزعاج باد على وجه إلينا دون أن يعرف السبب الحقيقي، فرأى أن يتوقف عن الكلام قائلا: من الضروري أن نتحدث بهذا الموضوع الآن، لماذا لا نجلس جميعا؟ ووجه كلامه إلى زوجته إليونور: هل بقي شيء من القهوة والحلوى؟ لما لا نحتفل بالمناسبة ونخبر روث بالأنباء السارة أيضا؟ سأفعل بكل سرور. وأرسلت تنهيدة عميقة وأضافت: أخيرا ستجلب لنا إلينا أحفادا. فضحك دوربان باول معلقا: طبعا يا عزيزتي طبعا. تخيلت إلينا فكرة الأولاد واحمرت وجنتاها واهتز كيانها، فابتعدت عن اليد القوية التي تحيط بخصرها وتوجهت لتجلس على الأريكة وهي مقتنعة بأن عليها أن تتوقف عن الإحساس بهذه الجاذبية نحو رولت، وأن لا تطلق العنان لعاطفتها أبدا. لكنها لم تكد تجلس حتى جلس رولت بجانبها. بقي بعيدا عنها، لكنه مد يده وأراح كفه على كتفها تاركا لها بعض الحرية. فرمقته بنظرة استياء. عندما خرجت أمها من الغرفة، تطلع والد إلينا نحوهما وقال: إن إليونور متعلقة جدا بالأحفاد، لقد تمنت دائما أن ترى بيتنا مليئا بالأولاد، لكن للأسف لم تتمكن من إنجابهم، ونحن نشكر الله لأنه رزقنا إياك يا إلينا. لا تقلقا بشأن أمك إذا قررتما عدم إنجاب الأطفال فورا. وأجابت إلينا بعصبية واضحة: لم نبحث هذا الموضوع بعد يا أبي، فأنا لا أعرف حتى إذا كان رولت يحب الأطفال. فابتسم رولت بهدوء وقال لها: إنني أحب الأطفال كثيرا والبنات بشكل خاص. كانت إلينا في ذروة انزعاجها وتمنت لو تغير هذا الحديث الذي يثير أعصابها، وتمنت لو يبعد يده عن كتفها ويوقف كلامه المنمق،
وبينما كانت تبحث عن طريقة لتبديل الحديث، أطلت مدبرة المنزل بوجهها المستطيل وهي تشرق فرحا، وأخذت إلينا بين ذراعيها، فتوقف الحديث عن الأطفال، إذ قالت رولت والضحكة تملأ ثغرها: إنني فرحة كما لو أن أحد أولادي مقدم على الزواج، لقد عرفت إلينا منذ كانت طفلة. ثم دخلت والدة إلينا إلى الغرفة حاملة صينية القهوة وعليها قطع الحلوى، فأسرعت روث لتأخذها عنها بلهفة وتقول: قلت لك أن تتركي هذا العمل، إنها ثقيلة جدا عليك. لا معنى لهذا الكلام، فليس أمامي سوى بضعة أمتار، يمكنك أن تجلسي أنت أيضا. لكن روث أصرت على أن تسكب القهوة بنفسها. بعد أن صبت الفنجان الأول توقفت وقالت: فكري فقط يا إيلي بكل ما علينا عمله. ونظرت إلى إيلينا وأكملت: متى قررتما الزواج؟ هل فكرتما بذلك؟ كادت إيلينا أن تجيب عن السؤال، لكن رولت سبقها إلى الكلام: أجل أجل، لقد فعلنا، إيلينا تحب أن نتزوج في حزيران. لكن إيلينا لم تكن تريد ذلك أبدا، فنظرت إليه مستنكرة قوله، لكنه شد بأصابعه على كتفها منبها إياها بألا تفعل. لم يتحدث أبدا عن موعد الزواج، لكنها لم تكن تعتقد أنه سوف يتم بهذه السرعة. ولكن ما الفرق على أي حال؟ وعندما سمعت إليونور باول ما قاله رولت شهقت بتعجب: ماذا؟ حزيران؟ لكن لم يبقى من آيار سوى 10 أيام، وعلينا أن نشتري ثوب العرس وثياب الوصيفات، وعلينا أن نطبع بطاقات الدعوة ونحضر لوازم الكنيسة والأزهار. روث سوف تصنع الحلوى، ولكن... فقاطعها رولت بتهذيب: أعتقد أننا نفضل عرسا هادئا يا سيدة باول. في أعماقها كانت إيلينا تفضل عرسا هادئا، لأن حفلة زفاف رنانة يحضرها عدد كبير من المدعوين سوف تبدو منافقة، ويكفي أن يكون عهد الزواج مزيفا وحده. لكنها في الوقت نفسه كانت تعلم أن أمها تنتظر الوقت المناسب لإقامة حفلة زفاف عارمة وجميلة لابنتها الوحيدة، لذلك أجابت: عذرا يا أمي، فنحن في الحقيقة نفضل احتفالا بسيطا بحضور العائلتين فقط. وظهر الارتياح على وجه رولت عندما أجابت الوالدة مكرهة: كما تشاءان. وعلقت روث على الأمر. في هذه الأيام وفي هذا العصر يجب أن تفرحي لأنهما سوف يتزوجان دون الاهتمام بحجم العرس أو الحفلات الرنانة. فتجاهلت إليونور باول التعليق وسألت: ماذا عن شهر العسل؟ فأجاب رولت: سنقضي نهاية أسبوع في مكان ما، فهذا كل ما أستطيع أن أوفره في الوقت الحاضر، وسنؤجل شهر العسل حتى الشتاء. وفكرت إيلينا أن الأمر لا يهمها كثيرا، فهكذا ينتهي شهر العسل حتى قبل أن يبدأ، ولن تكون مجبرة على أن تقضي وقتا طويلا إلى جانب رجل أجبرت على الزواج منه، لذلك ارتاحت للفكرة. بينما بقيت إيلينا صامتة، كانت روث وإليونور باول تتحدثان بموضوع الزواج وتفاصيل العرس. فقالت روث: الأزهار، يجب التنبه لهذا الأمر، أي نوع من الأزهار تفضلين يا إيلينا؟ وأخذت إبريق الشاي لتسكب للجميع من جديد، فوجدته فارغا،
فقطعت كلامها قائلة: آه، لم تعد هناك قهوة، سوف أحضرها على الفور. لكن رولت قاطعها قائلا: لا أريد المزيد، شكرا. ورفع يده عن ظهر إلينا وقال: علي أن أغادر الآن. وعارضت والدتها: ليس بهذه السرعة، بل علي ذلك سيدة باول. ودع رولت الجميع كلا بدوره وخرج من الغرفة، لكن إلينا بقيت جالسة حتى تنبهت إلى أن والديها ينظران إليها وهما ينتظران منها أن ترافق خطيبها حتى الباب وتودعه على انفراد. فعضت على أسنانها واحمرت وجنتاها واستوقفت رولت قائلة: سأرافقك حتى الباب يا رولت. فتوقف وانتظر أن توافيه وهو يقول: هذا ليس ضروريا. ثم وضع كفه على خدها وقال: كانت أمسية رائعة على العموم، طاب مساؤك، إلى الغد. فأمسكت ذراعه بيدها حينما عرفت أنه ينوي تقبيلها، لكنها لم تكن تستطيع أن تردعه عن ذلك أمام أهلها وروث. عاملها بحنان لكنها لم تتجاوب معه، فقد أرادت منه أن يفهم حقيقة شعورها، وبأنها إن كانت قد لانت مرة معه فذلك لن يتكرر أبدا. عندما رفع رأسه كانت عيناها تلمعان فخرا بانتصارها عليه. كيف يمكنه أن يعانق لوحا من ثلج؟ إلا أنه حرك شفتيه بمرح وقساوة معا، فوشوشها قائلا: يمكنك أن تفعلي أفضل من هذا، لكنني سأنتظر وقتا آخر لأبرهن لك ذلك. ابتسمت وأجابته: عليك أن تنتظر وقتا طويلا جدا. مرر أنامله على شفتيها للحظة وهو يقول هامسا: طاب مساؤك حبيبتي، نامي جيدا. بدا صوته محببا رزينا، وكذلك أمنية النوم الهادئ التي تمناها لها، ولكنها أدركت أن أيا من أمنياته لن يتحقق، فهي لن تكون حبيبته أبدا، كما أنها لن تنام جيدا. لكنها ردت: طاب مساؤك يا رولت. تلك الليلة بدأ عذاب إلينا الحقيقي. كان والداها يتوقعان رؤيتها إلى جانب رولت، لذلك لم تستطع الإفلات من هذه المشقة. كانت تحاول أن تهرب من البقاء قربه، لكن رولت لم يحاول أبدا أن يقترب منها، وقد اعتبرت الأمر غريبا إلى حد ما، ففسرت ابتعاده بأنه محاولة لتقريبها منه تدريجيا، وأنه يحاول أن يكسب ثقتها قبل أن يتقدم أكثر، لكنه كان بعيدا جدا عن كسب هذه الثقة. في صباح يوم عرسها نزل المطر غزيرا وانهمرت ستائر من المياه على زجاج غرفتها، واعتبرت أنه من المناسب أن تمطر في ذلك اليوم بالذات، لأن هنالك خرافة قديمة تقول بأن الزواج يكون مشؤوما حينما تمطر السماء يوم العرس. فاعتبرت إلينا أن هذا الشؤم يتناسب مع مخططها، لكنها وهي في طريقها إلى الكنيسة أبصرت شعاعا من نور الشمس يخترق الغيوم فجأة ويوقف المطر، فعضت على شفتيها وحبست صوتها. كانت تتمنى أن يتبدد هذا الشعاع وأن يهطل المطر بقوة، فهي لن تكون سعيدة بزواجها من رولت سواء سطعت الشمس أو لم تسطع، والخرافات القديمة لن تبدل سير الأمور. لكنها ساعة غادرت الكنيسة ممسكة ذراع عريسها، كانت السماء صافية والطبيعة صاحية متألقة والهواء منعش نظيف، فلاحظت إلينا إخضرار الأشجار بينما موكب العرس يتجه إلى منزل والديها،
حيث أقيم حفل صغير بالمناسبة. هناك برباطة جأش ولا مبالاة تحملت كل التهاني والأمنيات بالسعادة، ولأنها لم تكن سعيدة واكتفت بهز رأسها والابتسام. مسؤولية الزواج، وحافظت على ابتسامة طبيعية، وفي النهاية باتت تشد على أسنانها لتحتفظ بها. وأخيرا اقترح رولت مغادرة المكان، فوافقت إلينا بسرعة وارتاحت أعصابها المشدودة، وارتخت على يد زوجها التي لم تفارق خصرها طوال الوقت. قبلت والديها قبلة الوداع، وعصفت بداخلها مشاعر شك وريبة، وأحست بوخز الضمير اتجاه تصرفها هذا وأسبابه، لكنها سرعان ما طردت هذا الشعور وخرجت مع رول تحت رشقات حبات الأرز وتمنيات الجميع لهما بحياة سعيدة. كانت سيارة العريس السوداء متوقفة في الممشى، وقد زينها بشرائط بيضاء وبشعارات الحب وكلمة هي وهو مطلية على الجهتين وسط الزينة. لكن العروس لم تكن فرحة، لأن كل ما حولها كان ينبهها إلى أنها تزوجت من رولت للانتقام وليس للحب. وبعد أن قطع رولت الممر بين البيت والسيارة، قال لها بجفاء: يمكنك الاسترخاء الآن يا إلينا، فكل شيء قد انتهى. وتنهدت ثم استلقت على المقعد وهي تقول في نفسها: حسنا، وأخيرا انتهى وقت التمثيل. ثم سألت: كم من الوقت يلزمنا للوصول إلى البيت؟ أجابها بهدوء بارز: يلزمنا حوالي 20 دقيقة في السيارة حتى نصل إلى بيتنا. خلال الرحلة خيم السكون، ولم يقترح رولت أي مكان غير البيت لتمضية ليلة الزواج الأولى. حتى لو اقترح التوجه إلى فندق فخم لكانت العروس رفضت، فغرفة الفندق لا تحوي إلا على سرير واحد، بينما توجد في البيت عدة غرف. لم تذهب إلينا إلى ذلك البيت أبدا، ولم تره مرة واحدة في حياتها، فوالدها هو الذي نقل معظم أغراضها إليه. كانت تعرف أين يقع فقط، وتعلم أنه موجود في المدينة قرب بحيرة. كانت أشجار الصنوبر العالية تظلل الدرب وتبدو متلاصقة جدا، لدرجة أنك تحسب نفسك في نفق. وفي فسحة فوق قمة التلة انتصب بيت ضخم من خشب الأرز الطبيعي، مغمورا بالطبيعة، غارقا في أحضان الأشجار. عندما وقع نظرها عليه اعترفت إلينا في نفسها بأن البيت جميل بالرغم من أنه ملك لرولت. أوقف السيارة ثم نزل وفتح لها الباب، ومن ثم توجه إلى الدرج الخشبي المؤدي إلى المدخل، فذكرته قائلة: حقائبي. لكنه فتح الباب وانتظرها عند العتبة الخشبية كي توافيه وأجابها: سأجلبها فيما بعد. عندما حاولت الدخول مد يده، أوقفها وقال: هنالك عادة لإدخال العروس عبر عتبة الباب. أرادت أن تعترض في البداية، لكنها سرعان ما استسلمت وتركت ذراعيه تضمانها إلى صدره وتثيران اشمئزازها للحظة، خاصة عندما التصقت بجسده القاسي، فضمته ببرودة حينما حملها ودفع الباب بقدمه فانفتح، ثم قادها إلى داخل المنزل. هناك قالت له بهدوء ساخر: أعتقد أن العادة القديمة قد نفذت، وعليك إنزالي الآن. كان وجهه قريبا جدا من وجهها، ونظره ثابت وغامض
بحيث تمكنت من ملاحظة أدق تفاصيله، الخطوط التي لوحتها الشمس على أطراف عينيه، والأخاديد القاسية حول فمه. لم يرد على طلبها، بل بقي يحملها بين ذراعيه، فاهتزت أعصابها وأحست بالاضطراب. لحظات ثم أرخى ببطء اليد التي وضعتها تحت ركبتيها وتركها تقف على الأرض، لكن يده الثانية بقيت تضمها بشدة وتضغط بشكل مؤلم. أما العروس فقد بقيت جامدة في مكانها دونما مقاومة. رفع ذقنها وقال: أهلا بك في البيت مدام ماثويز. ودنا منها بهدوء مليء بالخطر تحرقه الرغبة، فشدت إلينا على ذراعيه وركزت تفكيرها على كورت، الرجل الذي أرادته زوجا لها. رفع رأسه والقسوة تظهر في ملامحه وسألها: ألن تسهل الأمر؟ ورغم برودة وجفاء صوته كانت عيناه تلمعان، فأجابت: إنني لا أرغب أبدا في جعل أي شيء سهلا لك. شد ذراعه عليها مؤنبا للحظة ثم تركها، فابتعدت عنه وركبتاها ترتجفان، لكنها نجحت في رفض عناقه وقررت أنها لن تكون المرة الأخيرة. ثم راحت تتأمل الغرفة متجاهلة وجود رولت. كان خشب الأرز الناعم غير المدهون يغطي الجدران، وقد صممت في الوسط شبابيك واسعة ومدفأة جميلة من الحجر الرملي، وغطت الأرض سجادة كثيفة خشنة بلون المدخنة تتلائم مع لون الغرفة، حيث وضع وسطها مقاعد صغيرة ذات لون بني. وكانت الأضواء مخيفة في السقف الخشبي اللامع، ومن خلال ردهة واسعة استطاعت أن تلمح غرفة الطعام. كانت الشبابيك تمتد على اتساع حيطانها، وقد لاح من خلال زجاج الشبابيك سقف المنزل الخشبي الذي لمعت عليه أشعة الشمس. كان رولت لا يزال واقفا على مقربة فتحرك نحوها، فاستدارت وكأنها نسيت وجوده، وكانت عيناه تسألانها عن رأيها في البيت، فأجابت غير مبالية: إنه جميل جدا، سأريك الباقي. ودون أن ينتظر جوابها سار أمامها في الردهة الواسعة، لحقت به بلا اهتمام ظاهر، فأشار إلى باب مفتوح يقود خارج الردهة لم تلاحظه إلينا عندما دخلت، وقال: إنها غرفة المكتبة، هنا أعمل أحيانا في المساء. ثم تابع سيره إلى غرفة الطعام. حدقت إلينا إلى الغرفة وشعرت بالدفء بين صفوف الكتب، ولاحظت أثاث الجلد الغامق المتناسق مع لون السجادة، وتابع رولت قائلا: إنها غرفة الطعام، وراءها تمتد الشرفة. كان لون الغرفة البرونزي يلمع تحت الشمس، وقد بدا المنظر مطلا على البحيرة في قعر الوادي. فقال لها رولت: إن المطبخ من هنا، وأشار بيده إلى قنطرة واسعة ملأتها الخزائن الخشبية، ونظرت إلينا من خلال القنطرة إلى المطبخ المجهز بالآلات الحديثة. بينما تابع رولت سيره فعاد إلى الردهة، ومنها صعد الدرج المستدير الذي يقود إلى الطابق العلوي، وفي أعلى الدرج امتدت ردهة ثانية واسعة جدا محاطة بسور من خشب الأرز. في تلك الردهة كانت ثلاثة أبواب، اثنان يقودان إلى الجهة الأمامية من المنزل، والثالث إلى جهة البحيرة، وأشار رولت: إنها غرف النوم، فأجابت ببرودة: هذا ظاهر.
الاثنتان في الجهة الأخرى هما غرفتان للضيوف، وهذه هي الغرفة الرئيسية. أشار رولت إليها وهو يفتح الباب، فبان أمام إيرينا السرير المزدوج الذي ملأ الغرفة الكبيرة وقد غطاه وشاح من المخمل البني اللامع. كان الحائط كله من الزجاج الذي يمتد من الأرض حتى السقف على طول الحائط، فيبدو منظر البحيرة من السرير وكأنها مرآة كبيرة تلمع في البعيد. وعلقت إيلينا من دون انتباه: جميل جدا. فأشار رولت إلى الناحية الشمالية وهو يقول: هنالك ممر وراء الباب، وعلى اليمين يوجد حمام خاص بالغرفة، يمكنك أن تلقي نظرة بينما أجلب أنا حقائبك. فتطلعت إيلينا إلى الأبواب التي أشار إليها، لكنها لم تفتش عما وراءها ولم تعطي ملاحظة بشأن الحقائب. لم تتحرك إلا بعد أن سمعت خطى رول تغيب في نهاية الدرج. عندها مشت إلى الردهة وتفحصت الغرفتين الباقيتين، كانتا صغيرتين ومفروشتين بذوق. عندما سمعت خطى رولت قادما من جديد أسرعت وعادت إلى الغرفة الرئيسية. وضع حقيبتها قرب السرير ثم وقف ونظر إليها طويلا وكأنه يحاول تفحص مزاجها، فأدارت وجهها بكبرياء نحو النافذة كي لا تترك له مجالا لقراءة أفكارها، فسألها بسخرية واستهزاء: إذا سمحت سأغير ثيابي. استفسرت بوقاحة ولؤم: هل سترتدي ثيابا مريحة أكثر؟ فاهتزت شفتاه وأجاب: تماما، فأنا عادة لا أجلس في البيت ببدلة وربطة عنق. لم تتحرك إيلينا من الغرفة بينما دخل هو إلى الحجرة السرية وراء الباب ليخرج بعد دقائق، فارتجف قلبها منذرا، لكنه ضحك ببرودة لموقفها المتجمد وقال: لا تقلقي، لا خوف من التجول في البيت. وبلفتة متحدية من رأسها نظرت إلينا بطرف عينيها وكأنها ترد على التحدي. كان رولت يرتدي قميصا قطنيا أزرق وقد لمع بريق المرح في عينيه منذ أن لاحظ الارتياح على وجهها، ثم قال لها: بينما تفرغين حقائبك سأنزع معالم الزينة عن السيارة. ثم هز رأسه بسخرية وترك الغرفة وقد ظهرت ضحكة خفيفة على شفتيه. وللمرة الثانية انتظرت إيلينا حتى يصل إلى أسفل الدرج، ثم أخذت حقيبتها عبر الردهة إلى إحدى الغرف الصغيرة وفتحت الحقائب وبدأت توضب ثيابها. كانت قد أفرغت الحقيبة الأولى ومعظم ما في الثانية عندما سمعت الباب يفتح ثم يغلق، فتجمدت لبضع ثوان وحاولت أن تسمع خطوات رولت على السجادة الكثيفة، ثم انتصبت لوقع أقدامه على الدرج فتجمدت وعضت على شفتها السفلى مرتبكة. عندما وصل إلى أعلى الدرج كان باب الغرفة مفتوحا قليلا، فعرفت أنه سيعرف مكانها فورا عندما لا يجدها في الغرفة الكبيرة. وعندما أصبح في الردهة أسرعت بإشغال نفسها في إقفال أزرار قميص ما، وبالرغم من أنها أدارت ظهرها للباب وبالرغم من كون السجادة الكثيفة قد أخفت صوت خطاه، فقد أحست باللحظة التي دخل فيها الغرفة وشعرت بالوخز في عنقها وسألها كما لو أنه لم يعرف بعد: ماذا تفعلين هنا؟ بقيت إيلينا تعلق القميص وأجابت: إنني أرتب ثيابي.
فأجاب رولت بهدوء مبينا لها خطأها بوضوح: إن الغرفة الرئيسية في الجهة الثانية من الردهة. فأجابت دون مبالاة: لكنني أفضل هذه. ثم مشت نحو الخزانة فوضعت القميص إلى جانب الثياب الأخرى التي علقتها وسألته: هل هذا حسن؟ ثم عادت إلى الحقيبة لكنها لم تستطع تجاهله. كانت ملامحه متوترة وعابسة تنم عن قساوة جعلتها تظن أنه سينتزع الملابس من مكانها لأخذها إلى الغرفة الرئيسية، لكنها قررت أن ترفض الرجوع إلى الغرفة الكبيرة مهما كان الثمن، وتابعت بصوت هادئ غير مبال: هل لديك أي اعتراض؟ وأخذت قميصا آخر من الحقيبة وبدأت تعلقه، فاشتد التوتر في الجو. أجاب: بل الكثير من الاعتراضات. ثم هدأ صوته قليلا وهو يتابع: لكننا سوف نناقشها فيما بعد. واستدار مسرعا وخرج من الغرفة تاركا إنذاره الهادئ يلفها بالخجل الذي أصابها لحظة شعرت بدخوله إلى الغرفة. فجلست متعبة على السرير وقد تغضن القميص في حضنها. لم يكن ما دار بينهما جدالا بل مناوشة بسيطة لم تتضرر منها كثيرا، وكانت تتمنى لو تستمر على هذه الحال. بعد نصف ساعة من الوقت كانت قد وضبت ثيابها وبدلت بدلة عرسها البيضاء ببنطلون أحمر فضفاض مريح، ثم وقفت أمام المرآة تمشط شعرها بكسل. لم يكن باستطاعتها أن تمضي طيلة فترة بعد الظهر وفترة المساء في الغرفة، ولم يكن ثمة سبب يمنعها من الخروج. تنهدت ووضعت فرشاة شعرها على طاولة الزينة وتوجهت نحو الردهة. لم تسمع أي صوت من الطبقة السفلى، ولم تعرف ما إذا كان رولت في البيت أو خارجه. ومن أسفل الدرج رأته على الشرفة، كان يضع قدمه على السور السفلي الذي يحيط بالشرفة ويتكئ على ركبته متأملا البحيرة في الوادي. ترددت إلينا بين أن توافيه إلى الخارج أو أن تنتظره في غرفة الجلوس كي يأتي باحثا عنها. كادت تقرر الذهاب إلى غرفة الجلوس متلافية البدء بمشاجرة ثانية عندما وقف رولت وأدار وجهه ونظر إليها من خلال النافذة، ثم قال: إن منظر البحيرة رائع من هنا. دهشت لهدوئه ووضوحه بينما كان يقف في الخارج، لكنها تنبهت بعد لحظة أن باب الشرفة كان مفتوحا. ترددت لحظة قبل أن تتوجه نحو الباب، فاتكأ رولت على السور منتظرا قدومها، ونظراته الثاقبة تكاد تجعلها تعود من حيث أتت، لكنها صممت أن تتحاشى الخوف وسالت باتزان حتى وصلت إلى السور، فتوقفت على بعد قدمين عن يساره. لقد دعاها لمشاهدة البحيرة، وهذا ما فعلته فعلا. كانت الشرفة على ارتفاع شاهق فوق التلة، وقد قطعت الأشجار من الوادي لتحسين الرؤية. سألها بصوت هادئ بهيج: هل استقرت جيدا في المنزل؟ نعم إنه مريح. لكنها أضافت ببرودة: إنه لمنظر جميل للبحيرة. فأجابها: إنني أحبه. فقالت: أليس مزعجا أن تعيش في المدينة خاصة في الشتاء عندما تسوء حالة الطرقات وتغمرها الثلوج؟ أرادت إلينا أن تواصل الحديث معه، فهي لم تكن تحتمل الصمت بينهما. رد رولت: أحيانا، لكن بعد ضجيج المصنع وتعبه أحب الهدوء والاسترخاء هنا، فلا جيران يزعجونني، لا أحد سوى الذئب والسنجاب والوز البري.
وللمرة الأولى أدركت إيلينا أن لا جيران من حولها للالتجاء إليهم إذا ما دعت الحاجة، فشعرت بالخوف وأدركت أنها هنا وحيدة مع رولت، وأخذت تتساءل كم من الوقت سيبقى عملاق مصاب النائم نائما. إيلينا انتفضت عند سماع اسمها، لكنها حاولت إخفاء ذلك بأن أدارت وجهها، إلا أن عقدة حاجبيه جعلتها تدرك أنه انتبه لذعرها، فقال لها: أردت أن أسألك عن أمر ما. ما هو؟ ورفعت خصلة من شعرها عن خدها متسائلة عن الموضوع الذي يريد طرحه عليها. هل تنوين تحضير العشاء هذه الليلة أو أفعل أنا؟ كادت تجيبه بسرعة أنها ليست جائعة، لكن كلمة عشاء جعلتها تحس فجأة أن معدتها فارغة. سأفعل، وشعرت بالفرح لأن ثمة انشغالا سيبعدها عنه.